مصدر رفيع المستوى يؤكد أنه لا صحة لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فلاديلفيا. الرئيس السيسي يوجه بتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة على يد كبار المتخصصين. في لحظة تاريخية للحوار الوطني، الرئيس السيسي ينتصر للقوى السياسية والمجتمعية وينحاز للحريات. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. منتصف ليل القاهرة 9 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم عبر شاشة أكسترا نيوز. بداية هذه النشرة بعد العناوين مع الزميلة سوزان شرارة. إليك سوزان. أهلا بك يا دارين. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فلاديلفيا. وأضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فلاديلفيا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية بالأئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة والتي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف لمتابعة خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة. وقد أشار السيد وزير الأوقاف في هذا السياق إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، لا سيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالأئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستند وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام. وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي 25 و26 من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن. انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة.
استقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في مهرجان العالمين الجديدة. واصطحب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي وزير الأوقاف في جولة تفقدية لمهرجان العالمين الجديدة. هذا وقام وزير الأوقاف والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بجولة تفقدية للمنطقة الشاطئية لذوي الهمم على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث أشاد وزير الأوقاف بالمنطقة الشاطئية المخصصة لذوي الهمم بمدينة العالمين الجديدة. وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمهرجان العالمين الجديدة، توجه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولكل القائمين على مهرجان العالمين الجديدة، كما أكد أن ما شاهده في مدينة العالمين الجديدة يؤكد أن مصر بلد كبير وعظيم. أنا سعيد اليوم أن أكون بين حضراتكم، ويسعدني كثيرا أن أكون ضيف على مهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة، ويسعدني أكثر أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي، وبحضور كريم ورعاية وترحيب كبير أسعدني كثيرا من الصديق العزيز عمرو بلفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة. وأنا أتقدم حقيقة بشكر جزيل وعرفان وامتنان للشركة المتحدة على هذا المجهود الرائع الذي أراه، وعلى الشراكة العميقة والممتدة بين كافة مؤسسات الدولة وبين الشركة المتحدة، والتي مكنتنا من أن نصنع سويا نجاحا نرى اليوم بعض ثمراته. وفعالية اليوم أعتبر أنها حلقة في سلسلة متصلة من التعاون بين وزارة الأوقاف وبين الشركة المتحدة وبين كافة السادة الإعلاميين الكرام الحضور. كما أكد وزير الأوقاف أنه قام بترتيب زيارة لعدد من أئمة الأوقاف من ذوي الهمم لمدينة العالمين الجديدة كي يشاهدوا وطنهم ويروا كيف يعتني بهم. تشرفنا باستضافة عدد من أبناء وزارة الأوقاف من الأئمة والخطباء من ذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وذويهم، ورتبنا لهم هذه الجولة وهذه الزيارة لزيارة مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين، حتى يتاح لأبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذوو القدرات الخاصة، حتى يتاح لهم أن يشاهدوا بلدهم وأن يشاهدوا وطنهم، وأن يدركوا أن بلدهم العظيم يعتني بهم ويرعاهم ويريد إدخال لحظة من السعادة والسرور على قلوبهم. الحقيقة أن هذا الحدث أسعدني أنا شخصيا، وأنا أرى أبناء وزارة الأوقاف في لحظة غامرة من السعادة والفرح والسرور مع أسرهم وذويهم، ويشعرون أن مؤسستهم الأم التي ترعاهم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الشركة المتحدة ومع بقية مؤسسات الدولة تحرص عليهم وتريد إدخال لحظة من السعادة على قلوبهم. كما أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة تبنت استراتيجية من 4 محاور منها مواجهة الفكر المتطرف. وزارة الأوقاف تبنت في الفترة الماضية استراتيجية مكونة من 4 محاور. المحور الأول هو الاستمرار والعمل المكثف في إطفاء نيران التطرف الديني والإرهاب، والمواجهة الجادة والجسورة للبقايا الباقية من فكر تيارات التطرف والإرهاب، حتى نقطع شوط كبير في هذا، ونتعاون مع كافة المؤسسات الدينية على أرض مصر في الأزهر الشريف، وهو رأس الهرم وقمة الهرم في مؤسساتنا الدينية، ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، نصطف جميعا خلف الأزهر الشريف لنحمي بلدنا ووطننا من خطر الإرهاب وأدبياته وشعاراته وتياراته. المحور الثاني هو توجيه كافة طاقات وزارة الأوقاف لحماية الإنسان المصري من التطرف المضاد اللاديني المتمثل في الإلحاد، في الإدمان، في الانتحار، في التنمر، في التحرش، في ارتفاع معدلات الطلاق، في حرمان المرأة من الميراث، في صور العنف الأسري، في الاستهلاكية المفرطة، في كل صور التراجع القيمي الذي يمكن أن يتسرب إلى نفسية الإنسان المصري. نعمل على تحصين الإنسان المصري من هذا الخطر بنفس القدر الذي نعمل به على تحصين الإنسان المصري من الإرهاب والتطرف.
هذا وأكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة تعمل على تعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة. بناء الإنسان هو الهدف الأسمى والأعظم للخطاب الديني. الشرع الشريف جاء ليخاطب الإنسان بكل ما فيه إكرام وتقدير هذا الإنسان. درسنا شخصية الإنسان المصري ووصلنا إلى 9 أعمدة أو مرتكزات هي التي نعمل على ترميمها وتوثيقها وتشييدها حتى نعيد بناء شخصية الإنسان المصري الصانع للحضارة. الأعمدة 9 التي اخترناها أن الإنسان المصري إنسان متدين بطبعه، تدين يصنع الحضارة، إنسان قوي، إنسان شغوف بالعلم، إنسان شغوف بالعمران، إنسان واسع الأفق، إنسان قائد ورائد، إنسان يقدم الخير للإنسانية، إنسان معتدل، موزون، حكيم. تنطلق كافة قدرات وزارة الأوقاف لإعادة توثيق وتقوية هذه المعاني في نفسية الإنسان المصري. المعنى الأخير والمحور الرابع هو صناعة الحضارة. نريد أن ننطلق بخطابنا الديني لإعادة بعث وإحياء كل ما في تراث المسلمين من سبق في علوم الفلك والطب والتشريح. نريد أن يعود الإنسان المسلم يقرأ القرآن فيخرج منه وقد شغف بالعلم والمعرفة، يسجل براءة اختراع، يكتشف، يبدع، يصنع الحضارة، يشارك العالم في همومه، يحلم بأن ينال جائزة نوبل، يحلم بأن يكون من الشخصيات المرموقة في العالم التي تسهم في صناعة العالم على نحو أفضل. كما أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالمدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في مصر، مشيرا إلى أن تلك المدن تمثل نقلة نوعية في القطاع العمراني في مصر. أسعدني أن أبناء الوطن من أبناء وزارة الأوقاف خصوصا من ذوي القدرات الخاصة أن يشاهدوا العمران في بلدهم، أن يتحرك الإنسان المصري في أرض وطنه فيرى مدينة العالمين الجديدة ويرى العاصمة الإدارية الجديدة ويرى مدينة تشكى الجديدة ويرى مدينة المنصورة الجديدة ويرى كافة التجمعات العمرانية ويسعد وهو يرى وطنه يتحرك ويعمل ويبدع ويعمر. رسالة أمل ورسالة طموح ورسالة همة. أعلن وزير الأوقاف أن الاجتماع مع الرئيس السيسي شهد عرض خطة الوزارة والتي كان من أهمها ملف الوقف، كما أكد أن هيئة الأوقاف قائمة على إدارة ورعاية الأصول الوقفية في مصر وأنها ثروة قومية. كما أعلن أن خطة الوزارة لهيئة الأوقاف هي حشد وجذب كافة الخبراء في مجال الاستثمار للعمل مع الوزارة لحسن إدارة الوقف وتنمية موارده. أشرف بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم عرض خطط عمل وزارة الأوقاف على السيد الرئيس والاستماع إلى رؤية وتوجيه السيد الرئيس في كافة الملفات التي طرحناها. كان من أهم الملفات التي طرحت اليوم ملف الأوقاف. الأوقاف للتوضيح للسادة الحضور من الإعلاميين الكرام ولكل الجمهور الذي يعني نسعد بأنه يتابعنا، وزارة الأوقاف مكونة من عدد من المكونات: القطاع الديني المعتني بالمساجد والأئمة والخطباء، وهذا صميم عمل وزارة الأوقاف في الحقيقة أن تملأ مساجد مصر في كل ربوع مصر، في كل القرى والنجوع والمدن، في كافة ربوع الوطن، أن تملأ المنابر أذن الناس برسالة الإسلام الممتلئة بالرحمة والعلم والأمان وحفظ حق الوطن والبر به والوفاء له، احترام الأكوان، إكرام الإنسان، حفظ الأوطان، ازدياد العمران، زيادة الإيمان، إلى غير ذلك من الرسائل والمقاصد السامية. لكن أحد المكونات العظمى والكبرى لوزارة الأوقاف ما يسمى بهيئة الأوقاف. هيئة الأوقاف هي الهيئة القائمة على إدارة ورعاية والمحافظة على كل الأصول الوقفية المسجلة والمضبوطة لدينا عبر تاريخ مصر. كما أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري انطلاق المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد المقبل. وأكد الأزهري أن المؤتمر سيحمل عنوان دور المرأة في بناء الوعي، ويأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن. المؤتمر القادم الذي تنظمه وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية داخل وزارة الأوقاف هو المؤتمر الدولي رقم 35 من المؤتمرات التي نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يعني نحن أمام تاريخ ممتد
وتاريخ عريق. التاريخ ده صنع على يد قامات كبيرة سبقت إلى قيادة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى، والمؤتمر القادم ينعقد يوم الأحد القادم يوم 25 أغسطس، يمتد المؤتمر على يوم 25 و26. المؤتمر تحت رعاية سامية وكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أحد النقاط التي تم العرض والمتابعة فيها اليوم، وكان السيد الرئيس كان مهتم جدا بمتابعة ترتيبات المؤتمر والتحضير له. السيد الرئيس وجه بأن يخرج المؤتمر على أرقى صورة ممكنة تعبر عن مصر وعن المؤسسة الكبيرة وزارة الأوقاف. المؤتمر فيه تلقينا تأكيد الحضور من قرابة 60 دولة، تلقينا أبحاث تزيد على 58 بحث من العلماء المشاركين. هذا وأعلن وزير الأوقاف أن ملف خطبة الجمعة من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي، مؤكدا رصد كل ما يشغل بال الإنسان المصري ومعالجته في خطبة الجمعة. ملف خطبة الجمعة أحد أهم الملفات التي أعكف على العمل على تطويرها. خطبة الجمعة هي أكبر نداء تصغي فيه الأذن المصرية إلى رسالة الإسلام السمحة. بقية الدروس والندوات والمحاضرات فعاليات مهمة وعظيمة، بس خطبة الجمعة هي قمة الهرم في الحقيقة. خطبة الجمعة تقديري لها ونظرتي إليها أننا نعمل على رصد كل ما يشغل بال الإنسان المصري. ما هي مجموع القضايا التي تشغل بال الإنسان المصري في كافة همومه وكافة طموحاته وأحلامه؟ ما الذي يشغل بال الإنسان المصري؟ كيف نجمع هذه النقاط وننسق مع بقية مؤسسات الدولة من وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل، ونرصد معا الإشكاليات والسلبيات والهموم والأسئلة التي تدور في ذهن الإنسان المصري، ونجعل هذا المرصد هو الذي يغذي خطبة الجمعة على ضوء هذه الأسئلة والإشكاليات والهموم والطموحات والآمال. نستطيع أن نقتبس من هذه الأمور قضايا هي التي نعالجها في خطبة الجمعة، علشان تبقى خطبة الجمعة مشتبكة وذات تماس وصلة تجيب الإنسان المصري على ما يفكر فيه أو على ما هو مهموم به، فتتحول خطبة الجمعة إلى إجابة على أسئلة الإنسان تريح خاطر الإنسان المصري. كما شدد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن الرئيس السيسي يبدي اهتماما كبيرا بتطوير أداء الدعاة والأئمة، كما أعلن الأزهري أن الوزارة ستطلق في أكاديمية الأوقاف دورات لاكتشاف المواهب في قراءة القرآن الكريم. سيد الرئيس في مناسبات مختلفة سابقا يعني كان يبدي اهتمام كبير جدا بتطوير أداء الدعاة. تطوير أداء الدعاة ده عمل أستطيع التعبير عنه أنه صناعة ثقيلة، يعني حتى نستطيع تنفيذه إحنا عندنا في وزارة الأوقاف الأكاديمية، أكاديمية الأوقاف للتدريب. الأكاديمية سنقفز بأدائها قفزة كبيرة وسنطور فيها تطوير هائل، سنضيف إليها برامج تدريبية، سنضيف إليها أقسام تعتني بتأهيل الأئمة ليس فقط في الجانب الشرعي والمعرفي، هذا الجانب هو الأساس بلا شك، لكن لا يمكن للإنسان للداعية وخطباء الأوقاف القيام بمهمتهم إلا إذا اتسع نطاق ثقافته في البعد الإنساني والثقافي والاجتماعي والنفسي. نريد لعلماء وأبناء وزارة الأوقاف أن يكون لهم إسهام كبير في مجال الدراسات النفسية والاجتماعية، أن يتماسوا مع الواقع. سنطلق في أكاديمية الأوقاف دورات لاكتشاف المواهب في مجال تلاوة القرآن الكريم. نحن نريد أن نعيد تشغيل المصنع الإنساني والمعرفي الذي يولد مثلا قامات جديدة مثل الشيخ محمد رفعت ومحمود صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري وقامات مصر الكبرى من عمالقة وشموس التلاوة. من جانبه أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي، كما أعلن السعي لتطوير قناة الناس، مؤكدا أن الشركة المتحدة مستمرة في تقديم الأعمال الفنية التاريخية.
التعاون مع وزارة الأوقاف دي حاجة ضرورية ومهمة بالنسبة لنا. احنا من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي. احنا عشان كده كان في توجيه بأن احنا بنطور قناة الناس عندنا بشكل كبير. احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأئمة والدعاء موجودين على قنواتنا كلها، بالإضافة اللي احنا عايزين ناخد الموضوع كمان لمرحلة أخرى. هي احنا كنا بقالنا فترة كبيرة ما بنعملش مسلسلات تاريخية ودينية، ابتدينا بالإمام الشافعي وإن شاء الله مش هتبقى دي النهاية. إن شاء الله في الفترة اللي جاية كل سنة يبقى عندنا حاجة تاريخية أو دينية جديدة. وكل ده طبعا زي ما قال معالي الوزير، ده بالتماس مع الوزارة وبالتماس مع الأزهر الشريف. تستمر وزارة الثقافة في تقديم فعالياتها في مهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث استضافت المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة عروض فرقتي العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية إلى جانب فقرات من السيرك القومي. كما يستقبل جمهور المهرجان الثلاثاء والأربعاء فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية إلى جانب عروض التنورة التراثية وفقرات السيرك القومي، فيما تقدم فرقتا سهاج للفنون الشعبية وأطفال الأنفوشي للفنون الشعبية عروضهما التراثية يوم الخميس المقبل. وتختتم فرقتا سهاج للفنون الشعبية والعريش للفنون الشعبية عروضهما يوم الجمعة. كما تشارك وزارة الثقافة في مهرجان العالمين الجديد 2024 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجناح خاص في ملتقى الإبداع في العالمين الجديدة. يضم الجناح معرضا للحرف التراثية واليدوية من إنتاج مركز الحرف التقليدية بالفسطاط والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي يشمل منتجات الخزف والنحاس والقشرة والنسيج والجلود والأثاث، إلى جانب معرض كتاب من إصدارات قطاعات الوزارة المختلفة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء. ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على الإجراءات الخاصة بالإسراع في التصالح على مخالفات البناء لبدء العمل بها، كما أكد أن الاجتماع يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال عقد رئيس الوزراء اجتماعا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. هذا وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعبا. كما وجه مدبولي خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، ذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات. وخلال اللقاء أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية، وأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما ناقش الجانبان أو تناقش الجانبان حول فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أعلن عن تقديم 28,008,941 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها وحتى يوم الأحد، وذلك برعاية الرئيس السيسي. شملت خدمات الحملة القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، كما قدمت هيئة الإسعاف 5,260 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13,184 قرار علاج على نفقة الدولة. ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمناقشة خطة تطوير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي مرتبطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل. كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود، والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حيث قام الفريق أحمد خليفة بالمرور على مناطق التدريب للوحدات المشاركة بالمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي تضمن مراحل الإعداد الإداري والفني لمختلف التخصصات طبقا لبرامج تدريبية تحقق أقصى استفادة للفرد المقاتل. هذا وأكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة، بما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات في الرياض مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة إن المحادثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة والتأكيد على تضامن البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية ووحدة المصير، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر لاستئناف اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية. وحول الأوضاع في قطاع غزة أكد عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
هذا وعقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال زيارته الحالية إلى السعودية لقاء موسعا بمقر السفارة المصرية في الرياض مع عدد من ممثلي الجالية المصرية وبعض المستثمرين المصريين في المملكة. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن عبد العاطي أكد حرصه على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتواصل المباشر معهم، مشددا على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تعلي من مصلحة المواطن. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية. وفي كلمته أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع، مشيرا إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وقوته الدافعة، مشيدا بجهود الاتحاد في تنظيم وتوحيد جهود الكيانات الشبابية العاملة في مصر مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار وزير الشباب إلى أن برنامج عمل الحكومة يعزز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي وتمكينهم اقتصاديا باعتباره شريكا رئيسيا في برنامج التنمية والتحديث وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب واكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية. كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق المؤتمر السنوي الأول لكيان فكرة للتنمية الشبابية، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، مشيرا إلى أنهم القوة الدافعة وراء التغير والإصلاح، ومشيدا بجهود كيان فكرة في دعم الشباب وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم. هذا وأعرب عن دعم الوزارة الكامل لكافة المبادرات التي تسعى إلى تمكين الشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة في صنع القرار. كما أشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر في تبادل الخبرات والأفكار بين الشباب وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهم الشباب وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجههم وإطلاق طاقات الشباب الإبداعية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والمساهمة في بناء مجتمع أفضل. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب الثانوية العامة الراسبين والمؤجلين والمقسمين لمواد دراسية سيطبق عليهم النظام القديم للثانوية العامة بنفس المواد الدراسية القديمة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وكذلك تنمية مهارات الطلاب. وذكرت الوزارة أن نظام الدراسة الستة أيام ليس مستحدثا وسيتم تطبيقه في بعض المدارس الحكومية بما يتوافق مع الآلية المحددة. ما موقف طلاب الثانوية العامة المؤجلين والراسبين في امتحانات الثانوية العامة 2024 من الثانوية العامة الجديدة؟ الطلاب المؤجلون والراسبون والمقسمون لمواد الثانوية العامة سوف يطبق عليهم النظام القديم للثانوية العامة بنفس المواد الدراسية القديمة. هل سيكون هناك تغيير في نظام الدراسة والامتحانات لمرحلة الثانوية العامة؟ لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، وإعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وكذلك تنمية مهارة الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص. هل سيتم تطبيق نظام ستة أيام على كافة المدارس على مستوى الجمهورية؟
نظام الدراسة 6 أيام ليس مستحدثاً ويتم تطبيقه في بعض المحافظات، وتم طرحه مؤخراً في إطار حزمة من الآليات التي سيتم تطبيقها ببعض المدارس الحكومية، بما يتوافق من هذه الآليات وطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة. ما المواد غير المضافة للمجموعة في الثانوية العامة لكل الشعب؟ اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية. ما طبيعة مادة العلوم المتكاملة وما العلوم التي ستتضمنها؟ المادة تضم فروع العلوم المختلفة بشكل يظهر تكامل المفاهيم والمعرفة. أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً على مدار عقد من الزمن بمنظومة التعليم الجامعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مما كان له أعظم الأثر في تقدم هذه المنظومة ومؤسساتها بشهادة مختلف المؤسسات الدولية. المزيد عن تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول تطوير منظومة التعليم الجامعي نتابعه في هذا العرض. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة خطوط الحكمة لدعم المسنين وكبار السن بالمركز الطبي بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة. يأتي تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وتهدف إلى تقديم الدعم والرعاية الطبية والنفسية. مبادرة خطوط الحكمة دي مبادرة موجهة لأهالينا من المسنين وكبار السن. المبادرة فيها أنشطة كتير جدا موجهة لهذه الفئة. الفئة دي الأولى فعلا بالرعاية. احنا عاملين كذا مرحلة. النهاردة أول قافلة طبية مخصصة للكبار السن والمسنين معمولة هنا في عين الصيرة. المبادرة فيها حاجات تانية زي ان احنا بنعمل تدريب لجليس المسن ازاي يقدر يعتني بيه وازاي يقدر يقدم له الخدمات اللي هو فعلا بيبقى محتاجها. عاملين دعم أسري للي عندهم كبار سن ومسنين، ازاي يقدروا يتعاملوا معاهم وازاي يقدروا يتعاملوا مع امراضهم وازاي يقدروا يقدم لهم الخدمات بشكل يرفع من جودة وكفاءة حياتهم. النهاردة احنا موجودين في محافظة القاهرة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني لإطلاق مبادرة خطوط الحكمة من مؤسسة حياة كريمة. مبادرة خطوط الحكمة هتقدم أشكال عديدة من الدعم لتأهيل كبار السن والمسنين.
هنشتغل على قوافل طبية متخصصة وفحوصات دورية هنقدمها بشكل دوري للمسنين وكبار السن. كمان هنشتغل على جلسات الدعم النفسي والإرشاد الأسري لتوعية الأسر بالمشكلات والأمراض المزمنة اللي ممكن يتعرض لها كبار السن وكيفية التعامل معها لحد من أثارها السلبية. ومن أهم المحاور اللي هتشتغل عليها المبادرة تدريب جليس مسن، ده هيكون بالتعاون مع جامعة عين شمس. جليس المسن هيكون مدرب بشكل متخصص وعالي جدا لتقديم كافة أنواع الرعاية لكبار السن والمسنين، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم من خلال الإقامة. كمان من أهم الحاجات اللي هنشتغل عليها زيارات دور المسنين بشكل دوري وتلبية جميع احتياجاتهم. القافلة النهاردة الطبية بالتعاون مع جامعة عين شمس لدعم المسنين، عندنا عدة تخصصات طبية تخصصات مختلفة، بطنة وأطفال وجراحة وأهم حاجة طب المسنين والنساء والرمض، لدعم أهالينا كبار السن، لأن مش كل الكبار السن بيقدروا يروحوا للوحدات الصحية لظروف صحية ليهم، فالنهاردة جبنا لهم التخصصات الطبية وطبعا متوفر صرف الدواء بالمجان لدعم الأهالي. بنحاول ننشر الفكرة دي على كل الجروبات المحيطة بينا، استهدفنا أكتر من مكان وأكتر من جمعية خيرية، قدرنا كمان نوفر للجمعيات ديت كوسترات وباصات بحيث هي تبقى مناطق التقاء للكبار السن والأطفال اللي احنا نسهل عليهم موضوع الانتقالات. كل متطوع واقف على عيادة عارف العيادة بتشتغل ايه وعارف مفهومها وفاهم الدكاترة اللي جوه عايزين ايه، بحيث يبقى عملية التنظيم دخول وخروج الحالات يتم بسرعة ويسر. كمان احنا متواجدين كمان مع الناس، بنستقبلهم من اول ما بينزلوا من الباص، بنمشي معاهم بنعرفهم المسار بتاعنا ماشي ازاي وبنقعدهم، وحد منهم بيستقبلهم بيدون البيانات بتاعتهم بكل صورة، بيحدد لهم نوع العيادة، في واحد منه بيستقبل الحالة ويخلي يكشف، بعد كده بيعرفوا مكان الصيدليه فين، بيصرف العلاج وبيخرج، بحيث اللي يخرج على الباص بحيث يبقى المسار بتاع الحاله صغير جدا، عشان احنا طبعا عارفين ان الحالات بتبقى من كبار السن فبنبتدي نراعي الحاله الصحيه بتاعتهم. هذا وقامت مؤسسة حياة كريمة بتنظيم مبادرة سفراء التكنولوجيا في كلية هندسة الإسكندرية لتعليم الطلاب كيفية مواجهة الفيروسات والأمن السيبراني. من جانبه قال محمد شعبان منسق عام مؤسسة حياة كريمة في الإسكندرية إن مبادرة حياة كريمة ليس دورها فقط المساعدات الإنسانية والحالات الأكثر احتياجاً، ولكن بالمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهي أحد ركائز الجمهورية الجديدة. احنا النهارده موجودين في رحاب كليه الهندسه جامعه الاسكندريه في التعاون ما بين مؤسسه حياه كريمه ووزاره الاتصالات. النهارده بين مبادره سفراء التكنولوجيا، يمكن دي المرحله الثانيه وتم تطبيقها قبل كده في عده جامعات. النهارده بنؤكد ان مؤسسه حياه كريمه مش دورها فقط المساعدات الانسانيه والحالات ذو الاحتياج والحالات الاكثر احتياجا، لا، احنا كمان بنساهم في بناء الانسان المصري، ودي احدى الركائز تعتمد عليها الجمهوريه الجديده في الوقت الحالي. سعداء بوجودنا ضمن مبادره حياه كريمه وضمن مبادره سفراء التكنولوجيا اللي بنستضيف فعاليات هنا داخل الكلية. يمكن المبادرة النهاردة من خلال سفراء التكنولوجيا بتقوم بعملية تدريب لطلاب الجامعات على هذه الأسس، إزاي يتعاملوا معها، الأمن السيبراني، إزاي يحافظ على البيانات الخاصة به، إزاي إن هو يبقى السيكوريتي عنده إحساس السيكوريتي عالي، يقدر يحافظ على بياناته. وبالتالي جزء أصيل من هذه المبادرة إن احنا هيبقى فيه شهادة إن شاء الله للطلبة في مجال الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي، وبالتالي بنقدر ان احنا نبني شخصيه الطالب وشخصيه الخريج من ناحيه التحول الرقمي والسايبر سيكيورتي وقدرته على التعامل مع معطيات الحياه الحديثه. احنا هنا محاضرين في مبادره سفراء التكنولوجيا حياه كريمه، احنا ممثلين لوزاره الاتصالات، واحنا بندي الطلبه مجموعه مفاهيم عن التحول الرقمي، بنعرفهم يعني ايه التحول الرقمي وازاي ان هو يواكب التحول الرقمي اللي الدوله المصريه بتقدمه في مؤسساتها الحكوميه كلها، وازاي ان هو يتعامل مع التحول الرقمي ده، وبنديهم كمان ازاي يامن معلوماته على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الشباب كلهم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فازاي بنعرفه ازاي يامن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي. اتعلمنا كتير، اتعلمنا اهميه السايبر سيكيورتي وازاي نخش على منصه مصر الرقميه، وقد ايه دور التحول الرقمي حاليا بقى مهم جدا، وان كل حاجه بقت متجهه للالكترونيات والتكنولوجيا، وتعلمنا ازاي نامن نفسنا من الاختراقات والهجوم الالكتروني اللي بيحصل الفتره دي. اتعلمنا كتير جدا، وبجد بشكر حياه كريم على الفرصه العظيمه دي. استفدنا منه كتير، خدنا منه معلومات برضو ازاي ان احنا نحافظ على نفسنا في الامن والامان من نسبه التكنولوجيا المتقدمه دلوقتي والاختراقات اللي موجوده على اجهزه الكمبيوتر وعلى الموبايلات، ازاي ان احنا نحافظ على الكمبيوتر بتاعي من الاختراق، ازاي نحافظ على الموبايل بتاعي من الاختراق.
فهمنا يعني ايه امن سيبراني، فهمنا تفاصيل منه كتير. أجرى محافظ دمياط أيمن الشهابي جولة ميدانية بمدينة رأس البر، تفقد خلالها شارع النيل حيث وجه برفع الإشغالات ومنع أي صور للتعديات بطول الممشى، حيث أكد المحافظ على تكثيف الحملات بالتنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والارتقاء بهذا الممشى السياحي الهام، شددا على أهمية تعظيم الاستفادة من المباني وقطع الأراضي غير المستغلة بالممشى بما يعزز الفرص الاستثمارية بالمنطقة. افتتح محافظ القليوبية أيمن عطية ورئيس جامعة بنها ناصر الجزاوي اللقاء التعريفي عن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأكد محافظ القليوبية دعمه الكامل للمبادرة وتسخير كامل أدوات المحافظة للمتقدمين للمشروعات، مشيرا إلى أن المحافظة طرحت فكرة إنشاء جامعة بنها مركزا لتبني أفكار الشباب والابتكارات الناجحة لتسليط الضوء عليها وطرحها على كبار المستثمرين ليتبنوها بشكل عملي. استكمل محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال جولته الميدانية بمركز دراو بزيارة قرية المنصورية الجديدة للوقوف على مطالب أهالي القرية بتوصيل المرافق للمجاورات المتبقية. وخلال تفقده لمساكن القرية أوضح محافظ أسوان أنه سيتم تكليف التخطيط العمراني لرفع إحداثيات القرية للبدء في تنفيذ المساكن على 5 مجاورات والتي تم تمهيدها وتجهيزها بواسطة الأهالي، فضلا عن توصيل خدمة الصرف الصحي للقرية بالكامل والواقع على مساحة 600 فدان. وجه محافظ أسيوط هشام أبو النصر بتكثيف جهود حملات إزالة كافة التعديات ومخالفات البناء وسرعة إنجاز وإنهاء كافة التعديات التي يتم رصدها. وخلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة بعض الملفات الحيوية، طالب المحافظ بضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى وتكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع ومراكز ومدن المحافظة بشكل دائم، لافتا إلى أهمية التواجد الميداني ومتابعة كل ما يخص المواطنين وتحقيق كافة مطالبهم. أكد محافظ جنوب سيناء خالد مبارك أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي جرى إنشاؤها على أرض المحافظة تعد إنجازا كبيرا من الدولة المصرية لتأمين مياه الشرب لكافة المواطنين. وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر استلام محطة التحلية الجديدة بمدينة طابة قريبا للبدء في التشغيل التجريبي لها، لافتا إلى أن محطة التحلية الجديدة تعمل بطاقة 5000 متر مكعب يومي بتكلفة 600 مليون جنيه. أكد نائب محافظ الدقهلية أحمد أنور العدل أن محافظ الدقهلية يولي ملف الكيانات الشبابية وتطوعية اهتماما كبيرا لنشر الوعي لدى المواطنين من خلال الانتشار بشوارع وميادين والميادين وتثقيف المواطنين والشباب بأهمية الحفاظ على البيئة ونظافة مدينتهم. وخلال لقائه بالكيانات التطوعية لمديرية التضامن الاجتماعي والكيانات الشبابية لمديرية الشباب والرياضة، أشار نائب محافظ الدقهلية إلى أن الهدف هو العمل بشكل مؤسسي من أجل الصالح العام من خلال التنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات التطوعية والشبابية بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة. We'll be right back.
وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفيما يسود أيضا ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبدرجات الحرارة وأحوال الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام حصاد اليوم الإخباري، ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء فيه من عناوين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أنه لا صحة لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فلادلفيا. الرئيس السيسي يوجه بتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة على يد كبار المتخصصين. في لحظة تاريخية للحوار الوطني، الرئيس السيسي ينتصر للقوى السياسية والمجتمعية وينحاز للحريات. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات زميلتي دارين مصطفى وفريق العمل، وأنا سوزان شرارة. إلى اللقاء.